اهلا بكم، عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده. معانا النهارده لعبه رعب اسمها فيزاجي او مش عارف ايه، ايا كان اسمها. اللعبه دي طبعا نازله بقالها مده وكنت عاوز العبها جدا. سبب واحد، ان هي فيها شبه كبير جدا من سلسله سايلنت هيل او الديمو اللي نزلوه من فتره، لو انتوا فاكرين، من فتره قديمه قوي، فهي قريبه منها شويه، بس فحبيت اجربها كده، اديها فرصه اشوف الجو فيها عامل ايه. ايوه. موت وده احنا الترجمة العربي بايظة خالص. بداية مبشرة جدا، يعني بداية جميلة. في حد قصادي. ترجمة عربي مقلوبة. مكتوبة هي بكاء مكتوم. من الشمال لليمين. طبعا يعني اللعبة الجرافيك بتاعها على قدها شوية، يعني طبعا يعني الاستديوهات دي تبقى صغيرة شوية، مبقاش في ميزانية عالية. ايوه، هيعمل ايه؟ الموتى؟ كذا حد. في صوت أطفال، ده عيلة كاملة. أوف. الموت عيلته؟ طبعا هيموت نفسه طبعا. شكرا، احنا ممكن نقفل اللعبة دلوقتي. عشان انا بص، نفس البداية بتاع سايلنت هيل بي تي الديمون اللي نزل، يعني برضو كان في أوضة كده. طب انا مش فاهم حاجة، يعني انا ايه؟ طيب يعني امي على البيت يا جدعان. التاب ماشي. تجري مفتاح الكرنك. الله. طب بيجري تجري ولا بتجريش؟ هذه غرفة هي مركز يضم الأغراض التي تمثل تقدمك في اللعبة. يتم جمع تلك الأغراض بطرق مختلفة وأيضا عند إتمام أحد الأجزاء ستظهر تلقائيا في غرفة التقدم. أوكي ماشي. يخرب بيت مشيتك. لا بتهزر. الو، ده في حد؟ ايه؟ طب انا مين طيب؟ ولا ايه؟ ولا ايه اللي بيحصل؟ هلو دوين،
It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. هي دي جارته بتقول له مشفتكش خارج البيت بقالك 3 اسابيع. طب احنا ممكن نغير الترجمة عشان واضح ان الترجمة العربي بايظة جدا. طب حاضر سلام. حاضر تقريبا نازل من بره. لا انا انا برضه عاوز اشوف ال لا ثواني معلش عشان نشوف التفاصيل بتاع ال يلا مش مشكلة بقى برضه عشان نشوف كل حاجة. برضه الشموع هنا، لو كنت شايف شموع فوق. بقول لك ايه، انت سيادتك لو طب ممكن اخد شموع من دي؟ لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، دي بيمحى اصلا ولا مش؟ طيب هو يوم ينفع نحط شموع هنا؟ طب ما فيش، ما ينفعش ناخد شموع من هنا. الزور ده ولا بيعمل اي حاجة. يخرب بيت كده، هو انت كده بتجري؟ انت بتهزر يا اسطى. ده ممكن اشوف بره. ده افتح نهار ابيض. امسك وافتح كده. الله، يعني انا اللي بخلق جو الرعب النفسي يعني من الاخر. طيب قشطة. عادي يا عم، دي كوباية عم بقى. طب انا بص، انا سامع صوت التسجيل بس انا اتجاهل الموضوع، انا اتجاهله، اعمل نفسي مش شايف حاجه. طب الكتب دي لا. طب هو واضح ان مفيش حاجه يعني في الهاري ده. اقفل سيادتك. يا نهار ابيض، هنقعد نزيق من هنا للصبح. اقفل اقفل اقفل. انا شايف اللي عامله التكنيك ده اللي هو فتح اللي انا افتح كده وبالماوس ده، يعني يتم طردهم فورا. كان بيكون يفتح بالماوس. مش حاجة برضه. قفل. ايه اللي بيزاي بس؟ عايز افهم. ده ايه ده؟ في حاجة مهمة في الكنزية دي ولا حاجة؟ ولا أي حاجة.
الله حلوة الساعة دي. خبو بس كده عصير. انا على ملك كحة مش عارف ليه، شكلها مش مريب خالص والله. طب بتضرب دي ايه؟ ضربت في خيمة، مينفعش افتح الحاجات دي. جاية عالق. احنا نفتح. فاضي فاضي فاضي. ايوه مفتاح مرفق به مرآة صغيرة. البقاء متورم في الظلام يؤدي الى تراكم الطاقة العقلية بالإضافة إلى أعمال أخرى مختلفة. بتهزروا بقى. طب كويس، شو نورا؟ Absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees, and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and we're going to have a lot of fun with him. Okay. His name is Lamba. ماشي اوكي. الديناميكية يتم تخزينها ان كان ذلك ممكن. ماشي. بقول لكم ايه، انا لسه بقول بسم الله. اللمبه دي مش نفسي بقول ايه يا عم، اخرج يا عم، نفسي اخرج والله. نفسي اخرج. شويش كده، شويش شويش. ايه في التاني؟ ايه اللي بيزاد ده؟ في ايه؟ البيت كده. لا بقول لكم انا بخاف اصلا والله. انا بحب العاب الرعب بس بخاف والله، بخاف خايف من الجو الأول ده. مين ده؟ مين ال مين دول؟ لا ايه ده يا باشا، ايه ده؟ اوكي في ده، في كابو في الموضوع كمان. انا عامل نفسي مش سامع اي حاجة، اقسم بالله. في ايه؟ اقفل اقفل. طب ممكن نحط لمبة هنا مش كده؟ شموع ده، بقول لك عاوز شموع.
حاضر. خلاص خلاص خلاص، طلعت مرة الضلمة. يا عم شوف حل. في انا ما تفرش النور ده، النور ده مش كان قايل فين الزرار ده؟ هو ده بيقش ليه؟ مع المفتاح هفتح ده الأول. ها؟ يا جدع قسما بالله، رجلك دي مرعبة أكتر، أكتر حاجة مرعبة في اللعبة رجلك. فرش يا عليا. فهو بيفتح لبره؟ أنا مرة أشوف كده بصراحة. صوت ايه ده؟ مش فاهم. اوعى تقفل، اوعى تقفل. ضلمة ضلمة ضلمة، مش عايز ضلمة ضلمة، بعيد عن الضلمة. مين؟ هو اللي حصل؟ ده بقى ده اللي حصل. يا دين أمي. الباب فتح. إذا هي دي مش جاي دي ولا بتهيألي؟ كده مفيش اي حاجة. ايه ده؟ خرب بيك كده. ثواني يا جماعة، ثواني. خد رشفة، رشفة من الفيروز، تهدئة أعصابي. إيه يا عم، واقف في النور أهو يا عم، يخرب بيت. أنا واقف في النور أهو، أنا واقف في النور أهو، النور أهو، أهو النور. في إيه؟ مش فاهم أنا، وأنا كده ضلمة إزاي يعني؟ مش فاهم. في ايه البتاعة دي؟ استني كده، لفي كده كده كده. في عفريت دي ولا ايه؟ مفتاح. القبو. ايش حاجة
برضه اشتغل. اه كده النور تاني شوية. برضه اشتغل. شوف نرجع النور شوية تاني. ثواني 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 عشان بس مخنا ما يفرقعش. مش عارف انا ايه البدع اللي عاملينه ده. ما انا هتقف في النور كده، انا مش فاهم. انا ده مبيشتغلش. ما هو يا عم في زرار تاني ولا حاجة؟ مفيش أي حاجة. أكيد أروح هناك يعني. يا عم والله شكلهم عيلة ظريفة سعيدة. مش عارف ايه اللي حصل، بس انتوا اتحسدتوا يا جماعة، انتوا اتحسدتوا والله اتحسدتوا. شو والله انت عامل صداع يا جماعة، انت عامل صداع. هو انا ما عرفت. هو انا المفروض اطلع فوق؟ وانا ما مفتح بتاع قوي، بس عاوز اشوف هو الاول ايه الدنيا. لو لو في حد هنا استشوار. فتح بطيء بطيء. أول مرة أشوف باب بيفتح لبره. مش عارف أنا. أه أنا في النور. أه ده أنتوا رخمين. أوكي ماشي. والله تفتح؟ والله ما خدتش بالي. مفيش أي حاجة مفيدة أنا. شوية شامبوات. بتاع مش عارف سلاكات ودان. لا مش حاجة. هنا برضو مفيش أي حاجة مفيدة. نهار أبيض، اتنا قفلتك. طب مفيش نور هنا ولا ايه الدنيا؟ مراية. ما فيش نور هنا ازاي؟ مش فاهم انا. تعالى بت، تعالى كده بت. الفن
مين اللي فوق ده؟ مقفل ولا يوجد أحد قدر على فتحه. يعني ايه الأفوارة دي يا؟ نفسي ألاقي شمعة. كل المسات ما يمكن أن الشموع هناك. والله ما ألاقي شمعة واحدة أصلا أحطها. يعني ايه ده؟ مرفق به رمز كهربائي. اوكي كويس. نيته ده لا ده كرسي. اقعد ايه ده؟ استريح شوية. مفيش اي حاجة. نود ممكن وضع الشموع هناك. ده أول باب من إيه؟ تحت تحت. لا لا إيد يا جدع، إيد يا جدع. عشان بتكسب بس. يا من عند بيت يا خراشي، البيت المريب ده والله. جون اند مي. البيت الرعب يعني. مش في أي حاجة في القطر ده. في ايه؟ خرب بيك كده. انا كده واقف في الضلمه ازاي يعني؟ من اللمبه جنبي ايه؟ مش فاهم انا يعني ايه. ما في كشاف نور ايه في كده يا ابني؟ انا في النور اهو. ايه ده؟ والله نفسي الاقي شمعه. يا نهار أبيض. مفيش أم نور. افتح. في انت كمان. معاك كشف في حقيقة، أمال في إيه؟ أزبين حط عين ده احنا هنشوف شكلنا، هنشوف بلاوي دلوقتي.
عمالين يدوني في اسبرين. شفت انا نخش على بص حاجة صعبة دلوقتي. انا اتخضيت اتخضيت والله. انت هو الشورق ولا مش فاهم يعني؟ دي الأم نور بيتش. انت يا عم انت انا شايف اصلا. اوف الناس كله قفل. بسرعة يا حبيب امك. مفيش ام نور في المنطقة كلها. افتح في ايه طيب يعني؟ دي ولا اوكي. شكرا سيادتك. مش يفتح ليه؟ اللي هو تهيس من اللعبة أصلا. مش شايف تهيس من اللعبة؟ نور نور نور. مفيش نور. ارجع 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 ارجع. فين الولاعة؟ يخرب بيت. وين بسرعة في الأداء؟ بسرعة 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 بسرعة. يمكن وضع الشمو هناك. يا عم ارحموا أمي بقى. مش عارف أنا رايح فين بالظبط. ماشي التمور ده. ده ايه؟ ده اكيد مش حاجة مهمة يعني. وازاي مقفل مفتوح الجاش ازاي؟ ما فكرت ايد. مش المنطقة دي. ايوه انا جاي من هنا اصلا يا ابني. مشيتك دي ايه ده؟ في ايه دي ماشية دي؟ هو مفيش نور هنا ولا ايه؟
ازاي ما فيش نور هنا مش فاهم يعني؟ فين الكهرباء بتاع البيت ده؟ بس كده ايه ده ولعتين؟ بس تكون عين واحدة ونسيت واحدة عادي يعني. والله ممكن. طب اخدها ازاي الحبوب؟ خدها احتياطي، خدها. يا ابني خدها يا ابني. طب بياخد الحبوب دي ازاي؟ مش طب انت الله يخرب بيتك، هو عمل ايه؟ انا عندي سؤال، انا عاوز اخد الحبوب دي دلوقتي تمام؟ ده بيعمل زوم. اوف شغال شوية موسيقى. طيب يا جماعة احنا هنقفلها الأسئلة كده. صباح الفل. الله لا انا اقف النظر لحد كده. اشوفكم الفيديو الجاي، احتمال اكمل اللعبة احتمال، بس مش عارف بصراحة يعني اللعبة صعبة. لا ما. طيب يا جماعة، احنا نقف لحد كده. اللعبة موتراني جدا جدا جدا، هي مش مرعبة بس الموسيقى التصويرية بتاعها بتخليك بتعيشك جو خوف ملوش حل بصراحة يعني. فهنشوف المرة الجاية يعني، هشوفها هلعبها تاني ولا لأ، بس يعني بنسبة كبيرة ممكن يعني ألعبها. يا رب تكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.